شريف عامر ينعي والدته بكلمات مؤثرة. أعلن خبر رحيلها المفاجئ عبر حسابه على تويتر. وفاتها في هذا التوقيت كان صدمة كبيرة غيرت مشاعره. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل رحيل والدة شريف عامر. فاجأ الإعلامي شريف عامر المتابعين عبر حسابه على تويتر بتغريدة بيعلن فيها خبر رحيل والدته، ونعاها بكلمات مؤثرة وحكى: رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب الأيام لله وأحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. وأنهى كلامه كاشفاً عن حالتها لصدمة رحيلها وحكى: اليوم صرت شيخ. حرص عدد كبير من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني والإعلامي على تقديم واجب العزاء، وقاموا بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة. وأعلنت الأسرة عن موعد تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غداً، وسيقام العزاء غداً الجمعة بعد صلاة المغرب في نفس المسجد. كان شريف عامر أعلن في وقت سابق إصابة والدته بانسداد في شرايين المخ، وأكد أن الوضع الصحي اللي تمر فيه صعب وبحاجة للكثير من الدعوات حتى تستطيع تجاوز هذا الوضع الحرج. واستمرت هذه الأزمة لأكثر من عام تقريباً قبل إعلان خبر الوفاة. شريف عامر واحد من أشهر المذيعين في مصر، تتلمذ على يد مجموعة كبيرة من كبار الصحفيين والإعلاميين في مصر، واكتسب مهارات التقديم التلفزيوني والتحرير الإخباري. وقع عليه الاختيار للعمل في بداية التسعينات في قناة النيل الدولية والنيل للأخبار. تنقل بين العديد من القنوات وكان صاحب بصمة في كل ظهور لإله. تميز شريف بأدائه الهادئ المتزن بالإضافة لمصداقية كبيرة بينه وبين الجمهور، ومؤخراً قدم برنامج يحدث في مصر على شاشة MBC، ويحظى البرنامج باهتمام كبير من الجمهور. كان له العديد من الانفرادات في مشواره الإعلامي، فكان صاحب اللقاء التلفزيوني العربي الأول مع وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية سابقاً هيلاري كلينتون، وأجرى لقاء مميز مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي بعد أسبوع واحد من توليه السلطة،